الحظ بتاع الاهلي ده امبارح يا عم، يا عم حظ مين؟ وانتوا كل مرة هتقعدوا تقولوا لنا حظ؟ انتوا كل مرة تجيبوا في الدقيقة 92 يا عم. ايوه يا ابني احنا ملوك التسعين يعني حظ حظ يعني. وكل مرة تقعدوا تقولوا حظ. لا على فكرة مش حظ ولا حاجة يا ابني، ده السولية شاط الكرة في سقف الجون. ايه قنبلة في شاطها؟ ايه صاروخ؟ سمعت اللي جاب الجون؟ اتفرج على ماتش تاني يا عم. ده قفشة اللي جاب الجون. لا على فكرة بقى سولية هو اللي جاب الجون. تعال اتفضل اقعد معانا، تعال اتفضل اقعد. استنى كمان بقى نعمل له قهوه يجي يقعد معانا. انا جعان قوي. وانا كمان. هتاكل ايه؟ مش عارف. انت هتاكل ايه؟ مش عارف. انت هتاكل ايه؟ مش عارف. انت هتاكل ايه؟ مش عارف. عجبك الوسط؟ افتح لك الوسط ترتاح فيه شويه؟ درش ايه يا دينكو؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت فين؟ اكون فين يعني؟ بتكلمني عن ارضي، اكون فين؟ تاكل شاورما؟ مش عارف. انت تاكل شاورما؟ مش عارف. انت ليك في الشاورما يعني؟ مش عارف. ايه ده؟ انت جيت؟ لا لسه في الطريق. ايه ده انت صحيت؟ لا ما صحيتش، انا بكلمك من الحلم. ايوه في حد موجود؟ لا انا الشطاف، اتفضل حضرتك. ايه يا حبيبي؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. عملت لي ايه يا ابني في موضوع الهجره لامريكا؟ طبعا عيب عليك، خلصت لك كل حاجه. المحامي بيقول لك وطولي على امريكا. ثواني ثواني ثواني، معلش ما سمعتش حاجه تاني. معلش بقول لك الورق جاي امريكا على طول. يعني حابك تيجي عند المهم ايوه يا ابني معلش، الشبكة بتقطع تاني يا ابني. بقول لك تعالى على امريكا. بنطلب برجر؟ مش عارف. انت بتحب البرجر؟ انت لو بتحب البرجر نجيب. مش عارف. جيت لك النهارده عشان تقول لي اعمل ايه في المشكله بتاعتي. الدنيا جايه عليا قوي ومش عارف اعمل. قول لي اعمل ايه؟ معلش. ياه مشاكلي كلها اتحلت يا اخي، الدنيا كده راحت. صباح الفل يا باشا. لا 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 بس بس لسه عاملها. لسه عاملها. انا هظبطها لك لسه عاملها زي الفل يا باشا. لسه عاملها. لا ما تعملهاش. بص يا عم انزل احلف لك معايا. اسكت. ايه ده يا باشا؟ ده في ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ ايه ده يا باشا؟ ده كويس. ده كفايه. انت عملت ايه؟ طالع يا باشا. انت مالك انت؟ طالع عشان عايزين نفضي مكان. لا حول ولا قوه الا بالله. طب هات حاجه واطلع يلا. هات حاجه. ايه يا عم؟ هات حاجه من روح يا عم. مش بروح شوف اي حد يديك. انا مالي. تاكل بيتزا؟ انا نفسي في البيتزا بس مش عارف والله. انت هتاكل بيتزا؟ مش عارف. طب تاكل كفته؟ مش عارف. قال لك هيتأخر كتير. قال لك عم بيعمل كوبايه شاي. كل ده بيعمل كوبايه شاي في ايه يا عم؟ يا استاذ في طابور يا عم. هو ده طابور؟ لا ده احنا بنرقص رقصه البطريق. مش عارف. طب ناكل كريب؟ هو الكريب. اطلب دلوقتي. طيب يبقى هو كده قفل خالص. هناكل ايه بقى؟ مش عارف. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ورمضان على الابواب. رمضان كريم عليكم وربنا يعود عليكم الايام بخير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. هصوم السنه دي ولا زي كل سنه؟ يا رجال ايه حوت؟ هربانين من البيت برضو زي حالتي؟ للاسف. وانا يقولوا لي انزل هات لنا الكحك والبسكوت والبتيفور والشوكولاته والبونبوني واللب والسوداني والرنجه والفسيخ والملوحه. هناكلهم امتى دول يعني؟ ده هو العيد كله 3 ايام. هناكلهم امتى؟ ولو كلناهم هيجي لنا السكر بسبب السكريات او الضغط بسبب الموالح. بيقولوا لي اخلع الشبابيك عشان نغسلها في الحمام ونرجع نركبها تاني. طب ليه اغسلها في الحمام يعني؟ يعني انا لو غسلتها وهي متركبه
الجيران هيشوفوها وهي بتستحمى مثلا؟ ما تتغسل وهي متركبه عادي. انا بقى اختي عايزه عاديه واخويا عايز عاديه وامي بتبص لي بطريقه اللي هو لو ما اديتهاش فلوس هتطردني بره البيت، واخويا ياخد العيديه ينزل يشتري بيها بومب اللي هو اصلا بومبته في البيت صوتها اعلى منها. هوب. واختي تنزل تشتري ميك اب ب 3000 جنيه وفي الاخر تحط فلاتر على السوا. طب ايه لازمته بقى الميك اب؟ نزل الستاير وعلق الستاير وشيل زينه رمضان وعلق بلالين العيد 130 بالونه لما حسيت ان البيت هيطير بينا. وروح ودي السجاد المغسله وهات السجاد من المغسله، السجاد اللي طول السنه محطوط عليه حافظه ومتكهرب ومفيش شبشب ولا كوتشي بيمشي عليه. ويجي واحد زميلي بعد صلاه العيد يقول لي تعالى نروح المقابر عشان يزور سته. طب انا هروح اتفسح ولا اروح معاه ازور سته؟ انا مش فاهم. خلاص بقى يا جدعان، مش كفايه ان احنا في الشغل، عايزين ننبسط. شغلوا لنا كده القناه الاولى عليها فيلم افريكانو اول مره يتذاع النهارده. بس بقى يا عم انت ايه الافريكانو اللي حصري النهارده ده؟ قلت لنا يا عم الفضائيه المصريه عليها مسرحيه دوري ما فاسوليا. ايه ده؟